مصر يا نعمه. عايزه سلامتك يا باشا. ايوه يا محمود باشا، كنت عايز اقول لك على حاجه مهمه قبل ما تسافر مصر. ايه يا فتح؟ النهارده مين معاك التسليم والتسلم؟ الراجل بتاع شبرا هيجي يستلم العلم ويحمله النهارده. انا عارف، بس مضطر انزل مصر. يا بيه ده الراجل ده غلس قوي. طب وبعدين؟ يعني ما حدش هيقدر عليها الا انت يا بيه. عندي قضيه مهمه مرفوعه ضدي، لازم احضرها بنفسي. اتفضل سافر انت يا بيه، انا سلم. وانت هتعرفي يا نعمه، اذا كنت انا فتحي الفكهي وما عرفتيش انت هتعرفي. انا هعرف يا بيه هسلم. خلاص يا فندم، خلي نعمه تتصرف. يا بيه ده الراجل ده صعب قوي يا بيه. هي كلمه واحده، خلي نعمه تتصرف. يا بيه بس انا هقول لك ايه، افهمني، ده ما حدش يقدر على الراجل ده الا انت يا بيه. بالسلامة يا سعادة البيت. والله عشنا شفنا البنات الزهورات هيسلموا المحصول. عجبي بتقول ايه يا فتحي يا فكهي؟ لا ما بقولش حاجة. بحسن. يلا اعملوا لكم همه شوية، عايزين نخلص تحميل قبل الظهرية. يلا يا بنتي توهي. شفت؟ ايوه يا معلم. اهدى. ايه في ايه؟ العلب دي مش زي بعض. ازاي يا معلم؟ يعني في اقفاص نمرة واحد واقفاص نمرة اتنين. العنب كله زي بعضيها يا معلم. العنب ده مش هتبع التمن اللي اتفقنا عليه. كراهية يا معلم، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ بقى ده اتفقنا. القفص نمرة واحد اخده باربعة ساغ ونص، ونمرة اتنين بتلاتة بس. ليه بقى؟ القفصة هي هي والعنب هو هو، وان كان في حاجة كده ولا كده ايه علينا وعليك بقى على البيع والشاري. انت هتخترعين اختراعات. لا وانت ايه دخلك بالموضوع ده؟ الا داخلي صاحب المال قال لي انا خلي بالي على كل حاجه كده. ايوه كده. طب مش هشتري العنب وبقوش معقوبه بقى. اهدي يا نعم، انت هتخرب بيتنا. اسكتي. اسمع يا معلم، احنا مفيش حاجه عندنا هتبوظ. الف واحد وواحد يتمنى ياخد العنب بتاعنا. اذا ما كنتش ناوي تحمله انا هحمله على عربيات وانزل ابيعه في سوق الجمله. كده اهو. ايوه كده اهو. يا بنات نزلوا العنب، نزلوا الاقفاص من العربيات. يلا بقى كده العنب هينزل من على العربيات. ايوه، ومره تانيه ما تجيش تشتري من عندنا. يلا بسرعه يا بنات. الله الله الله. يلا يلا الحكايه فيها سر. يلا يا بنت نزلي. هو سعدون اللي كان شريكي جه هنا ولا ايه؟ مش هقول. يلا بسرعه. استنوا يا بنات. يستنوا ليه بقى؟ نتفاهم. مفيش تفاهم، تدفع أربعة ونص تاخده، ما تدفعش ألف من يشيل. هدفع يا اختي، انا ما اتكلش اوانطة. هدفع يا اختي. ادفع الاول. اذا كنت اعرف هم جابوك منين. الو. ايوه يا بيه. ايوه انا نعمل. ايوه يا سعادة البيه، انا بعت العنب، بعته كله بثمن حلو قوي. يا مش معقول، انا ما كنتش فاكرك شاطره للدرجه دي. ايوه بس ده فرق كبير في السعر يا نعمت. شاطره يا نعمت. طب اديني فتحي. حاضر يا بيه، هو هنا. حاضر حاضر يا بيه. تسمع تقول الاولاد محمود. تصور يا كريم، بنت بسيطه زي دي تطلع اوعى من كل اللي بيشتغلوا عندي. ايوه فتحي، اسمع، ادي نعمة 20 جنيه مكافأة. نعم؟ اديها 20 جنيه مكافأة؟ ليه؟ هي كانت عاملة ايه يعني؟ يا بيه، يا بيه انا مش عايزة حاجة تسلم، ده انت خيرك سابق يا سعادة البيه. انا لما اقول حاجة تتنفذ. خد القرشين دول واشتري لك بيهم جلابيتين ولا حاجة. ما هو حاضر يا بيه، حاضر يا بيه. ايوه بيه، حاضر. حاضر يا بيه، حاضر.